خلال هذا الأسبوع إن شاء الله راح يكون تغيير فيما يخص الطقس وتغيير هي الأمطار، لأنها اضطراب جوي ابتداء من يوم السبت إن شاء الله ظاهرة يهم الولايات الغربية الداخلية والساحلية، ثم يمتد إلى الولايات الوسطى خلال آخر ظاهرة السبت هذا، مع أمطار تقدر تكون معتبرة على هذه المنطقة، بينما على شرق البلاد تبقى عموما اسمها صافية وأمور حرارة مرتفعة على المعدل الفصلي، غرب البلاد تكون تحت المعدل الفصلي. باش تشوفي الفرق هذا ما بين الغرب والشرق وبينهم الوسط اللي تكون فيه أمطار رعدية، وهذه الأمطار الرعدية تستمر يوم الأحد إن شاء الله، تشمل كل المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق مرورا بالوسط، والحرارة تحبط شوية وتعود تطلع، لأنها راه كيف ما نقول لك رانا في وقت وين يكون فيه تغيرات بين الصيف والخريف.